كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. تظاهرة كروية عالمية أفسدت بسبب عوامل مختلفة، بين رياح عتية أعاقت السيرورة الطبيعية للمباراة، وبين سوء تنظيم صاحب دخول الجماهير، وبين غياب النجم المنتظر الذي أكدت تقارير صحفية عالمية أنه لم يكن مصاباً، بل وأكدت مصادر من داخل الاتحاد الأرجنتيني أن غياب ميسي عن ودية أسود الأطلس ورقصية التانجو كان متوقعاً وأمراً سرياً بين مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني. اختلفت الأسباب والنتيجة واحدة، مباراة لم ترقى إلى مستوى تطلعات الجماهير المغربية فنياً وتقنياً، لقاء أبرز العيوب الضخمة للملعب الكبير. فرغم وصفه بالتحفة الفنية، إلا أن اللقاء أظهر اختلالات كثيرة في بناء الملعب، فالتصميم الحالي جعل معظم المدرجات مكشوفة في ظل غياب سياجات هوائية من شأنها أن تقلص من الرياح التي تحكمت في المقابلة. مباراة ودية لكنها لم تكن ودية على الإطلاق، فقوة الالتحامات بين لاعبي المنتخبين تسببت في 27 مخالفة وأربعة إنذارات، لتفسد بذلك متعة السهرة الكروية التي كان ينتظرها عشاق كرة القدم، خاصة أولئك الذين تحملوا صعوبة الأجواء وحضروا إلى ملعب ابن بطوطة. ومثلما خابت أمال الكثيرين من الذين تواجدوا في الملعب لمشاهدة المقابلة إثر ما عانوه في عملية الدخول، لم تخرج الجماهير التي شاهدت أطوار اللقاء راضية عما تابعته على المستطيل الأخضر. فرغم الحضور الجماهيري الكبير، إلا أنهم عبروا في المقابل عن استيائهم من هذا الطبق الكروي الذي افتقد توابل مهمة حتى يصبح شهياً.